كما تشاهدون عملية الاقتراع يعني تجري منذ الساعة السابعة صباحا. هناك كثافة كبيرة من قبل المنتسبين من أبنائنا قوات الأمنية. لدينا 33 ألف مقترع موزعين حسب قواطع المسؤولية وزعتها المفوضية وفق البيانات المرسلة إلينا من وزارة الداخلية والدفاع. الأجهزة تعمل بطريقة جيدة، لا توجد لدينا أي عطل أو أي خلل. هناك أيضا استعدادات خاصة فيما هذه اليومين للوصول إلى يوم الاقتراع العام. لدينا 774 مركز اقتراع يجري الآن الاستحضار لفتحها يوم 12/5، وأيضا لدينا 167 مركز اقتراع من ضمن مراكز الاقتراع العام مشمولة بالحركة السكانية. اليوم احنا في مركز انتخابي من ضمن 88 مركز انتخابي، 33 عفوا مركز انتخابي للتصويت الخاص اللي بدأ الساعة السابعة من صباح هذا اليوم. الأمور لله الحمد كما رسم إلها تجري. غرب نينوى، جنوب نينوى، شرق نينوى، داخل المدينة، كل قادة التشكيلات أكدوا أنه الأمور تجري بكل سلاسة. إقبال كبير من أبطالنا بالجيش العراقي والشرطة على مراكز الانتخاب. ما عندنا حظر للتجوال، إن شاء الله هذا نموذج راح يصير للانتخاب في يوم الاقتراع العام. وأساس الأمن هو أهلنا في مدينة الموصل. اليوم القوات الأمنية تعيش يومها، يوم حرية التعبير عن الرأي واختيار ممثليهم بهذا اليوم الديمقراطي واللي هو يوم التصويت الخاص. هذا اليوم يتوافدون مثل ما تلاحظون بإنسيابية عالية وأيضا بأعداد كبيرة. الفرقة احتفظت باحتياط في كل مستوى من مستويات التشكيلات والوحدات وحتى مستوى قيادة العمليات، وإن شاء الله الأمور تسير بالشكل الجيد والحمد لله. نحضر هذا العرس الانتخابي، هذا النصر الجديد بعد ما أنجزت القوات العسكرية بكافة والقوات الأمنية بكافة صنوفها النصر على تنظيم داعش. اليوم نحتفل بهذا النصر الجديد واللي هو أيضا دعم للديمقراطية ودعم للحرية في هذا البلد. ماكو أي حظر للتجوال عدا الدراجات البخارية والعربات والستوتات، خلينا نقول، والعجلات الحمل بكافة حمولاتها، وأيضا عجلات الحكومية عدا العجلات اللي مخولة بالتنقل. معناته أكو حرية للمواطن أن يتنقل داخل المحافظة حتى يمارس حقه الانتخابي، يمكن أن يبحث عن مكانه، وهذا دليل على مستوى الأمن بالمحافظة.